للحديث عن عودة الطلاب وأيضا صحتهم النفسية. تنضم إلينا من مراكش الاختصاصية في علم النفس الكلينيكي الدكتورة خديجة وادي. دكتورة خديجة أهلا بك إلى سكاي نيوز عربية. أنت قريبة من جهود عودة الطلاب إلى المدارس عن قرب من هؤلاء الأطفال، أولا كيف تصفين تأثير الكارثة على صحتهم النفسية؟ من دون شك فهذه اللحظة، السلام عليكم أولا، سلام خاص على الجميع وعزائي لكل ضحايا الزلزال وضحايا الفيضانات في ليبيا الشقيقة. إذن الكل يتفق حول هول هذه المأساة، مأساة أطفال وكذلك عوائل كل في مجمل أطفالها وكذلك مسنيها وكذلك نسائها ورجالها. هي فعلا كارثة بكل المعايير، ولكن مع ذلك فالأمر لا يتعلق بلحظة فقط، هي لحظة زلزال، ولكن ما بعد الزلزال. إذن كيف يمكن أن نستثمر في بناء الغد لتجاوز هذه الصدمة، صدمة الزلزال؟ العودة إلى الأقسام هي جزء مهم من هذه القدرة على تجاوز الأزمة، وهذا أمر محسوم فيه. الأطفال لابد أن يعودوا إلى أقسامهم، لابد أن يعاملوا كتلاميذ لكي ينسوا واقع المرارة وواقع الشتات الذين هم فيه. كذلك نحن كسيكولوجيين حططنا الرحال بمراكش، بنواحي مراكش، والآن نحن في ستي فاطمة مثلا، وسننتقل إلى مجموعة هذه الدوائر القريبة بسيكولوجيين من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية مثلا بن طفيل، وغيرنا كثر من نواحي المغرب قدم السيكولوجيون لمؤازرة. ما الذي يتم تقديمه دكتورة خديجة باختصار، لدي خمس دقائق معك حتى نستفيد من وقت اللقاء معك، عمليا ما الذي يتم بشكل مبسط للمشاهد؟ بما أن الأشخاص الموجودون هما في مرحلة الصدمة أو ما بعد الصدمة، إذن فالتدخل هو تدخل سريع يقتضي علاج سريع. إذن دائما هناك تعزيز ثقة، تعزيز الأمن، الإحساس بالأمن، كذلك تجاوز الصدمة على اعتبار أن هناك قدرة لدى الأطفال، قدرة على التأقلم مع بعض الأزمات، ولكن هناك من لهم شخصية هشة لابد من النزول إلى هؤلاء وكذلك الاستماع إليهم والإنصات إليهم قصد مؤازرتهم وقصد الأخذ بيدهم على مدى طويل وليس فقط في لحظة قصيرة. معنى المصاحبة لهؤلاء يعني أمد طويل في رأيك، هذه الرعاية الصحية النفسية من المفترض أن تمتد إلى متى؟ متى يمكن الحديث أن بالفعل استعاد عافيته من ناحية الصحة النفسية؟ لدينا بنية هشة، لدينا أطفال لديهم بنية هشة وأطفال لديهم بنية متوازنة. إذن بضرورة بطبيعة الحال أولئك الذين لديهم القدرة على تجاوز الأزمة سيأخذون مسارهم العادي وسيرجعون إلى حياتهم الشبه عادية. المهم لابد أن تكون هناك إعادة البناء في الشخصية، ولكن أولئك الذين لديهم بنية هشة من الطبيعي بأن الصدمة ستؤثر عليهم، وبالتالي لابد أن تكون هناك مصاحبة طويلة الأمد وليست فقط مصاحبة قصيرة. هذا يتطلب ربما دكتورة تأهيل أيضا من يتعاملون معهم على مستوى الكادر التعليمي والأهالي، هل من خطوات تقومون بها مع هؤلاء؟ إذن القدرة، إذن المقاربة هي مقاربة شمولية الآن، المقاربة هي مقاربة وسط الأهالي، معنى لا يمكن أن نفصل بين الأطفال والراشدين لاعتبار أن الكل يعيش مرحلة ما بعد الصدمة. إذن لابد من تأهيل كذلك أولياء هؤلاء لكي تعود الثقة، لأن الثقة ضرورية، وكذلك تجاوز الأزمة هو إحساس بالأمان، لأن العنصر الأمان هو مهم في الصحة النفسية، ومن خلال هذا الإحساس بالأمان يمكن للشخص أن يعيد بناء بيته، نعم، وبيته الداخلي أيضا. إذن إعادة الإعمار مرتبطة بشكل من الأشكال بإعادة بناء هذه الذات. طيب ما تم على الأقل دكتورة خديجة
من جهودي لأي درجة بالفعل يساهم في استعادة الجانب النفسي على الأقل الأطفال في هذه المرحلة في رأيك؟ شخصيا أرى نحن مجتمعات تؤمن بالعزاء. شخصيا مجتمعاتنا العربية تؤمن بأن من بين الأشياء التي قدمت لهؤلاء أن المغرب كله حج إليهم، وكأن العزاء كان كبيرا جدا. إذن هذا العزاء في حد ذاته كان نوعا ما قدرة لهؤلاء لكي يخرجوا من عزلتهم، لكي يخرجوا من مصابهم الجلل. نعم هناك بعض الدواوير التي لا زالت تعاني لأنها بعيدة جدا، ولكن معظم أولئك الذين شاهدوا وفودا حجت إليهم وكذلك قاسمتهم مصابهم. طيب يعني دكتورة خديجة في آخر دقيقة، يعني من خلال قربك من هؤلاء الأطفال ومن يحتاجون للرعاية الصحية، ما أكثر ما تخشينه وكيف يمكن تجاوزه في أقل من دقيقة إذا سمحتي دكتورة؟ أكثر ما نخشاه هو أن يصاب هؤلاء باضطرابات، معنى أن تكون البنية هشة وأن يصابوا باضطرابات عميقة، مثلا من قبيل اضطرابات الاكتئاب أو اضطرابات دهانية، فحتى العصاب يمكن مجاراة تداعياته ويمكن متابعة هؤلاء بصحة في إطار ما يسمى بالمواكبة أو المتابعة النفسية. ولكن أن يعيش الإنسان صدمة بشكل قوي، بمعنى أن نقول بأن الدهان وبمثابة انتحار غير مادي وإنما هو انتحار نفسي، قد يكون هذا الألم الكبير مسببا للشخص لأن يعود يعيش نوعا من النرجسية، بمعنى الانكفاء على ذاته والانطواء على ذاته، وهذا نوعا ما يقطع العلاقة مع الواقع. إذن الأمر يتطلب بشكل قوي أن نعيد إدماجه داخل هذا العالم العادي. دكتورة خديجة وادي شكرا لك على هذه المعلومات وهذه المشاركة الاختصاصية في علم النفس الإكلينيكي، كنت معنا من مراكش.